من مفردات المنهج اللي الدنيا تحتاج اليه الى هذا اليوم ان مال الامه للامه، اكو دوله بالعالم تقول مال الامه للامه، نفط الامه للامه، حقيقه الان النفط اذا كانوا يطول الامه بعد كان يبقى فقير. المنهج الذي يساوي بين جميع الناس ويقول لو كان المال مالي لساويت بينهم فكيف والمال ماله اذا كان هذا المنهج قائم الان الثروه النفطيه اذا كانوا يطول لكل الأم كل واحد ايش قد كان يحصل وهكذا مفردات هذا المنهج ولذلك اكو روايه ننقل لكم روايتين الروايه الاولى عن امير المؤمنين صلوات الله عليه لو ان الامه منذ قبض الله نبيه اتبعوني واطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغداً إلى يوم القيامة، رغد، رغد يعني شنو؟ يعني طيب، هنيء، متى يكون الأكل طيباً هنيئاً؟ عندما النظام الاقتصادي صحيح، النظام السياسي صحيح، ماكو هنالك مشكلة والا لا يكون الاكل رغدا الى يوم القيامه، هؤلاء خربوا المنهج الى ظهور الامام المهدي. هذه الروايه الاولى، الروايه الثانيه ينقلها احمد بن حنبل امام الحنابلة في كتابه فضائل الصحابة. ينقل عن امير المؤمنين صلوات الله عليه <applause> هذه نتيجه ذلك المنهج يقول ما اصبح احد بالكوفه الا ناعما يعني منع الظاهر كلمه ناعما في الاقتصاد الحديث يطلق عليها بكلمة الرفاح هذا من بحوث الاقتصاد وأكو هنالك كتب حول الرفاح في عاصمة الإمام أمير المؤمنين اللي كان فيها ظاهرا أربعة ملايين ماكو واحد في الكوفة إلا ناعمة وأما في البلاد الإسلامية كلها اللي أكبر وأقوى دولة في العالم فلعل هنالك فقير في الأطراف البعيدة هذه نتيجته هذا اللي...